I missed them. فيها كلمة والكلمة فيها لحروفة الحرف بلاصتو باينة والدورة تاعو معروفة ميهمنيش الحرف فيه نقطة زوج ولا ثلاثة ميهمنيش الكلمة قديمة ولا جديدة تحدثة متهمنيش الجملة هنا مركبة ولا بسيطة المهم المعنى كنز وانا نرسم من الخريطة ميهمنيش تشوف كلماتي بخط صحيح ولا معوج كلماتي ماشي عروسة وانت ماكش راح تتزوج ميهمنيش تسمع كلامي بتنجبني ولا وحدة كلامي مش تعتيجي وانت ماكش في فردة ميهمني وانت الثاني لسمى هنايا ميهمكش بصح اروح حسبني اذا المعنى ما وصلكش انا اللي يهمني صح وهذه كلمة تاع رجالة وصل لك الميساجة مدى مرة برسالة ما نحتاجش للتنبر والله حتى قوم باللطة جي با بزوان دان فاكتور باش يطبطب عليك لطة بالرب نكتب البريح نبعثها اكسب راسح ونكتب في لدراسة إلى قلوب الناس ما نحتاجش للتنبر والله حتى قوم باللطة جي با بزوان دان فاكتور باش يطبطب عليك لطة بالرب نكتب البريح نبعثها اكسب راسح ونكتب في لدراسة إلى قلوب الناس This is the third lesson of the DZ Rap School Just open your heart and listen to what راني نقول أنا مانيش مهبول باش نخلط في الكلمات عربية أونجلي ليسونسيال بلو والأندستاند داتا هادي هي بالداتا القصة تدور عليها It doesn't make sense إذا الراب يسمح لك فيها إذا لست نبيها إن لم تفهم كلامي لأنني دونز نيتا كيما برمي تبلامي مي جي با إيمي لأن العلم النور So don't you go to sleep Before you close the door Because the rap's the floor A direct no a respect it Sinon tu vas avoir le cœur et le cerveau infecté بما رابي تدا حبيبي فقط التعبير بسرطان الفكر واستحالة التغيير الرب وصح رسالة مي أنا مانيش فاكتور باش تفهم روح تتفرج كيفن كوستنر لايكتور ميهمش وش من لغة ميهمش وش من لهجة عربية فرنسي أنجلي أمازيغي ولا درجة مادام أنوار الفرجة تجينا درجة بدرجة شوف بقلبك في الظلمة باش تقدر توصل للخرجة ميهمش وش من لغة ميهمش وش من لهجة عربية فرنسي أنجلي أمازيغي ولا درجة مادام أنوار الفرجة تجينا درجة بدرجة شوف بقلبك في الظلمة باش تقدر توصل للخرجة ميهمش وش من لغة ميهمش وش من لهجة عربية فرنسي أنجلي أمازيغي ولا درجة مادام أنوار الفرجة هلجينا درجة بدرجة شوف بقلبك في الظلمة ما تقدر توصل للخرجة
اسمه ايه؟